بالتعاون مع جمعية بيت الخير بدبي وبرعاية من جمعية الاتحاد التعاونية وشركة زاج لخدمات الطرود، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة وياكم في العيد، التي تهدف لمشاركة الأطفال اليتامى الفرحة ورسم الابتسامة على وجوههم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي إطار مشاركتها بدعم المبادرة، تقوم تعاونية الاتحاد بالمساهمة بقسائم مالية تجهيزات مير العيد. بينما تقوم شركة زاج لخدمات الطرود بدعم المبادرة بمبالغ مالية يتم توزيعها على الأطفال، كما تتولى توزيع قسائم مير العيد والمبالغ المالية على الأطفال اليتامى بالتنسيق مع جمعية بيت الخير التي تقوم من جانبها بتوفير المعلومات المتعلقة بالأطفال المستهدفين داخل إمارة دبي. ويأتي إطلاق هذه المبادرة من قبل إقامة دبي بالتعاون مع شركائها انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وفي إطار حرصها على تطبيق وتعميق مبادئ الخير وترسيخ القيم الإنسانية المستمدة من تراث الإمارات الخالد، وإرث قيادتها المؤسسين من القيم النبيلة الرامية إلى ترسيخ التعاون والعطاء وجعله أساساً للترابط والتلاحم المجتمعي.